وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، نصف الدرس مشاورة نصف الدرس استخارة. المشاورة شوف لأهل الخبرة من المؤمنين، دقيقة كلمتين، لأهل الخبرة من المؤمنين، ما بكفي خبير، خبير منافق بغشك، ما بكفي مؤمن جاهل، مؤمن جاهل بالتجارة لا تسأله، إيمانه على العين والرأس بس ما عنده خبرة. أيام بيكون شخص مؤمن بس السؤال دقيق جدا، سؤال طبي مو سؤال ديني، سؤال طبي، اسأل الطبيب المؤمن. أنا أقول جاءني سؤال من يومين لامرأة، يعني هل يجوز لها أن تسقط الحمل على أساس أنه في معها مرض والحمل يؤذيها؟ قلت لها ببساطة إذا أشار عليك طبيب مسلم حاذق ورع، شوف طبيب مسلم حاذق ورع فافعلي ما يقوله لك ولا شيء عليك خلاص. فأنت بالاستشارة يجب أن تستشير أولي الخبرة من المؤمنين، لا يكفي أن تستشير مؤمنا غير خبير ما بيعرف كلامه، كما أنه لا يكفي أن تستشير خبير غير مؤمن بغشك. الخبير غير المؤمن ما بينصحك، والمؤمن غير الخبير ما بيفيدك، المؤمن غير الخبير ما بيفيدك، والخبير غير المؤمن ما بينصحك. عليك بأولي الخبرة من المؤمنين، هي الاستشارة، الاستشارة للخلق، أما الاستخارة للخالق للحق. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول والله حديث الاستخارة يعني عميق إلى درجة مذهلة. يقول عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر، أي أمر؟ والله لأقوم لصلي الظهر، لا لا استخير الله صلي أو ما صلي، ما في استخارة بالعبادات ولا بالفرائض ولا بالمحرمات. فرائض، محرمات، عبادات، صيام، حج، ما في استخارة، الاستخارة في المباحات فقط. تسافر أو لا تسافر، السفر مباح، تتاجر أو لا تتاجر، تجارة مباحة، تتزوج هذه أو هذه، الزواج مباح، بالأوامر والنواهي والمنهج الإلهي وافعل ولا تفعل، لا في استخارة ولا في منام ولا في قلب شرح، هذا كله كلام فارغ، شرع عظيم من عند خالق عظيم ينفذ وكفى. أما أنا ساكن وعندي دخل بالشهر 8000 وعندي 5 أولاد وإجاني عرض على دولة بالخليج يعني ب3000 درهم لكن ممنوع أخذ زوجتي، محتار، ممنوع تأخذ زوجتك، حتى زوجتك وأولادك سنة من دونك، من دون تربية من دون توجيه، محروم منا ومحروم منك، 3000 ضرب 13 49، السكن 15 والأكل 10 وفي لك 10000، تضحي بزوجتك وأولادك وتربية أولادك وجامعك ودينك وآخرتك ب10000؟ لا لا تساويها، ما لك مصلحة. هي استشارة أول، حب يضيف للاستشارة استخارة، حب يضيف الاستشارة للبشر المؤمنين الصادقين الخبراء لأهل الخبرة من المؤمنين، والاستخارة لرب العالمين. قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، ركعتين غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. أعلم الله عز وجل، هو العليم، يعلم خبايا الأمور، يعلم ما وراء الظاهر،
يعلم البواطن، يعلم النتائج، أنت لا تعلم. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. الله يعلم وعلى كل شيء قدير. أنت استعنت بعلم الله وبقدرته. يعني واحد مثلا قال لك أنا بشاركك، ناعم لطيف مزوي، كل إنسان بيقدر يعمل شهر عسل مع أي إنسان ثاني، حتى بالشراكة تلاقي لطيف ورع رأسا على الصلاة، خايف من الله، حقاني. بعد ما المحل بصير باسمه بالسجل بفرجيك نجوم الظهر، قال لي واحد ماشي مع شريكي لقى 5 ورقات أخذها حطها بجيبه، بعد جمعة جايب الحسابات 2.5 ورقة إلي. شو هالورع هذا؟ ما في إلا تخسر الشركة، تخسر تخسر. يعني طلب دفتر الحسابات، قايم 0 بكل شيء، واضع 0 بالمصاريف زايد، بالأرباح قايم 0 من كل الحسابات، وبالمصاريف حاول 0 زيادة. قال لي ما عم نربح. أما 5 ليرات قال له 0.5 إلي و0.5 إلك، ما بيجوز هي. فرجاك ورع منه. فدائما الإنسان بيقدر يعمل يمثله. هلأ بتظهر بالخطبة بتفرجيه أحسن ما عنده، تفرجيه أحسن ما عنده، لطف وأناقة وحياء وتواضع. بعد الدخول تفتح عليه صوت وين نعومتها؟ وين هاللطف الشديد؟ وين الحياء؟ ما تعرف تحكي كاني. هلأ بتلاقي هيك قنوات المجاري تفتح. فكل إنسان فيه مثلة، يمثل تمثيل متقن متقن، وفي تمثيل غير متقن. حكى لنا أخ كريم أنه عم يساوي تمثيلية بمعهد شرعي بين سيدنا بلال وصفوان ابن أمية سيده الكافر الظالم، فيعذب سيدنا بلال، يقول بلال أحد أحد، أما سيد الظالم كمان أخ عم يمثل دور صفوان ابن أمية، قال له لن أرفع عنك العذاب حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا التمثيل غير متقن، غير متقن إطلاقا، مو معقول يصلي عليه وهو يحاربه. نعم. فالإنسان بيقدر يمثل تمثيل دقيق في الزواج، في الشركة، في الصحبة، في السفر. مين بيعرف الحقيقة؟ الله عز وجل. فأنت بالاستخارة شوف، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. والله كلام يعني دقيق جدا. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك. يعني يا ربي أنا لا أعلم، علمني، أنا ما عندي خبرة بهذا الشخص، أنت الخبير فيه. الله عز وجل قال وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أنت لك الظاهر والله يتولى السرائر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني. شو أهم شيء؟ الدين. يعني أنت مثلا لك دخل محدود وعندك أسرة وأولاد، يعني بصعوبة بالغة عم تمشي حالك، في وظيفة ب10 أمثال الراتب، لكن في بؤرة نجسة، في بؤرة نجسة، أنت اختار شيء بؤرة نجسة بذهنك وحالك، نساء كاسيات عاريات، خمور، حفلات، رقص، محاسبة هنيك مثلا ما تناسبك، هاي بيروح دينك فيها. هاي 10 أمثال بس راح دينك، ما استفدت شيء. كان سيدنا عمر إذا أصابته مصيبة يقول الحمد لله 3، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. إذا دينك سليم كل شيء يهون،
إذا دينك سليم، إيمانك سليم، استقامتك صحيحة، كل شيء يهون. فأيام تجي دخل كبير بس في مع بؤرة سيئة. يعني بالتقريب قد يكون محل تصليح سيارات بشارع كله، يعني سيارات تصلح مثلاً، وأصوات وروائح وزيت وشحم وعياط، وفي محل بأرقى شوارع دمشق، بأرقى محل يبيع ألبسة نسائية فرض. العين هي ترغب المحل الأنيق والجميل والقطع الجميلة والزباين الحسناوات، أما هنيك أسلم للدين، أسلم للدين كثير. صحيح المناظر مؤذية والروائح كريهة، بس الإيمان سليم. أما هون إذا امرأة يبدو منها كل شيء، وحوار وسؤال وجواب، وراعينا وما تراعينا، يعني هالمصلحة هون مزعجة. فما كل دخل كبير مريح دينيا. فهون يقول: وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. إذا كان يصلح لك لأمر دينك ولأمر دنياك في عاجل أمرك وآجله، ينفعك في دنياك وفي أخراك، قال فاقدره لي ويسره لي. بقى الآن جواب الاستخارة منام؟ لا. تفتح المصحف؟ لا. على التعيين؟ لا. تحس بانشراح؟ لا. انقباض؟ لا. جواب الاستخارة بحسب نص الحديث التيسير أو التعسير. تعسرت، الله عز وجل أجابك بالتعسير. تيسرت، أجابك بالتيسير. هذا الجواب. أما الآن في موضة جديدة ما عم بفهم شو هي، والله فلانة عم تستخير إلنا. لا يستخر أحد لأحد، العباد عند الله سواء. والله وكلنا الشيخ يستخير إلنا. لا توكل لا شيخ ولا غير الشيخ، كل إنسان يستخير لحاله. ما ورد عن النبي أن أحدا كلفه أن يستخير له، أنت استخير، ليس بينك وبين الله حجاب، كل العباد عند الله سواسية. هي مرة ثانية إخواننا، لا موضوع فتح مصحف، لا موضوع منام، لا موضوع انشراح. الله عز وجل يجيبك على استخارتك بالتيسير، الجواب الإيجابي تيسير، ويجيبك عن استخارتك سلبيا بالتعسير. عسر لك ياها إذا ما فيها خير، يسر فيها خير. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. هل إذا أنت فت لمحل صديقك الحميم وبدك تشتري قطعة، بخبرتك وعلمك وشطارتك، طبعا خبرتك لا شيء أمام خبرة صاحب المحل، وصاحب المحل دين وصالح وصادق وأمين ووفي لك وخبير، قلت له أنا وكلك أنت تختار لي قطعة مناسبة، شو عملت معه؟ أنت استعرت كل خبرته الآن وكل إخلاصه لك. فهذا المؤمن لما يستخير الله عز وجل شو سوى؟ يا رب أنت تعلم وأنا لا أعلم، أنت قادر وأنا لست قادرة، أنت علام الغيوب أنا لا أعلم الغيب. إذا فيها الزواج خير لبنتي، في ديني دينها ودنياها وعاقبة أمرها، يسره لها. إذا ما في خير اصرف عنه. قال: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني. أما هون في إضافة جديدة، واصرفني عنه. الإنسان أحياناً يتعلق بشيء،
ويتعثر، تعلق به وتعثر، فحتى ما يبقى متعلق به قال له يا ربي اصرفه عني واصرفني عنه، ريحني منه. لذلك ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله، ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. والله كلام يكتب بماء الذهب، كل كلمة علم، كل كلمة حقيقة، كل كلمة قانون. هلأ إذا واحد منا في كل شؤون حياته صلى ركعتين في المباحات طبعا، صلى ركعتين ودعا في هاتين الركعتين هذا الدعاء وانتظر، إذا الله يسر الأمر معنى الله اختار له يا بعلمه، واختار له يا بحكمته، واختار له يا بقدرته، واختار له يا بفضله. وإذا الأمر تعسر لا تندم، لا تندم إطلاقا، الله عز وجل صرفه عنك. وإذا أنت رضيت لقضاء الله يكافئك بأن يصيفك عنه كمان بنسيك. يعني أيام فرضا واحد يخطب فتاة على جانب عالي من الجمال وتعلق بها، وضعت عقبات تعجيزية أمامه ما وافقوا، معنى ما في يا أخي. لا، الله كيف بكافئه على رضائه بقضاء الله وقدره؟ ينزعها من قلبه، بنساها. فاصرفني عنه، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. العبرة لا أن تحوز المال، العبرة أن ترضى بما قسم لك من المال. العبرة لا أن تحوز أعلى زوجة، لا، العبرة أن ترضى بهذه الزوجة. العبرة لا أن تحوز أعلى مرتبة في المجتمع، العبرة أن ترضى بهذه المرتبة التي أقامك الله بها. ثم يقول، ثم يسمي حاجته، يا رب إني مزمع على السفر أو على الشراكة في هذا العمل التجاري أو على الزواج من فلانة، يسمي حاجته. هذا دعاء الاستخارة، وهذه صلاة الاستخارة. والمؤمن بين الاستشارة والاستخارة، الاستشارة لأولي الخبرة من المؤمنين، والاستخارة لرب العالمين. فأنت جمعت إخلاص المؤمنين ومحبة المؤمنين وخبرات المؤمنين ونصح المؤمنين، وجمعت بين علم الله عز وجل وقدرته وحكمته وفضله، ثم توكلت على الله، وهذا سلوك المؤمن. وعندئذ لا يخيب ظنك، تأتي الأمور وفق ما تريد، وكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالخير المطلق، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أناس كثيرون يتخذون قرارات ارتجالية غير مدروسة. واحد مدرس قدم طلب إعارة لبلد عربي، جاءته الموافقة، فجمع طرح أسام ضرب ما استشار أحد، قال معقول خلي بيتي بالشام مجمد 5 سنوات؟ ما بكون حكيم، ببيعه، بضع مبلغه بالاستثمار، برجع باخذ الربح تبعه. فباع البيت، مثلا باع البيت ب100,000، وضع بالاستثمار بالسنة ب110، صار حق البيت 3 ملايين بعد ما رجع. في رجل يعني يعمل في التدريس وله دعوة وله لسان طليق في الدعوة وله تأثير في الطلاب، لكن مدرس ثانوي، فنال دكتوراه
يريد أن يكون أستاذ جامعة، زهد بالتدريس وبالدعوة وطلابه، وبحث عن مكان ليكون أستاذ في الجامعة. قصة غريبة جدا، كان معه مبلغ يساوي 35,000، وجد بيت هون بالميسال، 6 غرف وصالون، هيك كان سعره وقتها على العظم، 35، قديمة القصة كثير. فقال برجع بشتري بيت. تعين أستاذ جامعة ببلد عربي وسافر ودرس واشتغل ودروس خاصة ومقالات وتأليف. مات 50 موتة، بعد سنة ونص أو سنتين جمع حوالي 300,000. أخوه أحد أصدقائي قال له شوف لنا بيت، البيت نفسه ما انباع، صار حقه 350,000. جهد سنتين ثلاثة على الأرض، بعدين جمع أموال كثيرة جدا، وضعها بشركة استثمارية بالخليج فلست. 10 سنوات تدريس وتعب، لا اشترى بيت ولا قدر يتزوج ولا. فإذا الإنسان اختار شيء خلاف مشيئة الله عز وجل يدفع الثمن باهظ. أنت كنت تستخير الله عز وجل، إنسان الله أقامه بدعوة، أقامه بنشر الحق، هذا منصب رفيع جدا، يجب أن تخضع كل شيء لهذا المنصب، مو أن أي مكتب طارئ تلغي الدعوة كلها وتمشي، هذا عند الله كبير يعني. فالإنسان أحيانا الله قادر يشغلك ليل نهار بلاش، ليل نهار 10 سنوات اشتغل بلا مقابل، كل شيء حصله ذهب فرق أسعار وتفليس شركة وانتهى. وإنسان الله عز وجل هون قال له وبارك لي به، إذا الله بارك لك بشيء بمال قليل تصنع منه الشيء الكثير. سر البركة سر ما أحد يعرف قوانينها. تلاقي شخص دخله محدود، عايش وآكل وشارب ولابس وما عنده ما ناقصه شيء، وشخص فايت عليه نهر دائما يشكو الفقر، ما في بركة. فإذا الإنسان استقام وأكل المال الحلال، في هذا المال بركة، يعني الله عز وجل بعينك على إنفاق هذا المال بشكل حكيم جدا. وإذا ما في الدخل كان غير حلال، كما جاء المال يعود، المال الذي يأتي سهلا يذهب سهلا، ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. يعني هذا الدرس مفاده يكون لك علاقة بالله. مرة قال لي أخي كلمة عجبتني، قال لي فتحت خط ساخن مع الله، صار في سؤال وجواب واستشارة واستخارة واعتذار وترجي وابتهال، يعني صار في صلة بالله عز وجل. فأنت أيام تلاقي المجتمع متوحش، كل من حولك كالذئاب، من لذ بالله، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا. في خط مفتوح مع الله، الله عز وجل ليس بينك وبينه حجاب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اسألوا وترجى. المؤمن بيتذلل أمام الله عز وجل وعزيز أمام أهل الدنيا، أهل الدنيا بالعكس، أمام الأقوياء أذلة، أما يستنكف أن يعبد الله. أحد الأخوة الأطباء توفي، كان فيه علاقة ود بيني وبينه، فذهبت لتشيع جنازته. لي صديق وصل إلى أعلى درجة علمية وإدارية، وصل لعميد كلية يحمل دكتوراه، فكمان صديق المتوفى.
شيعنا الجنازة إلى مكان الصلاة، دخلت لحتى صلي، ما صلى، ما دخل، وقف. صلاة الظهر ثم صلاة الجنازة، يعني استنكف أن يعبد الله، هو أكبر من الصلاة. فأهل الدنيا أخواننا يذله الله أمام قوي، مثل الطفل بصير، لأنه هو استنكف أن يعبد الله. المؤمن عزيز النفس، الله عز وجل يلبسه ثوب مهابة، يرفع قدره، يعلي مقامه، لكن مع الله عز وجل في منتهى الذل والتواضع، في منتهى الافتقار إلى الله. ودرس بدر وحنين أهم درس. ببدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بحنين الله خذل، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفيهم رسول الله، بتقول أنا بيتخلى عنك، بتقول أنا بيتخلى عنك، بتقول الله بيتولاك، أنت بين التولي والتخلي. وباليوم في عندك امتحان، باليوم الواحد بالتولي، بالافتقار إلى الله بيتولاك، بالاعتداد بنفسك بيتخلى.